احنا عارفين ان البيت مش مجرد حيطة ولا باب خشب، مش مجرد شباك ولا سلم، مش مجرد كنبة ولا كرسي وترابيزة. البيت اكتر من كده بكتير. البيت بنبني فيه حياتنا وذكرياتنا، البيت فيه بنكبر ونكبر، البيت بنعيش فيه حياة كريمة. واحنا على قد ما نقدر بنحاول نوفر لك الحياة الكريمة دي، لأننا عارفين إن بيتك يعني حياتك. اتبرع على حساب حياة كريمة.